اولا كده طبعا اكيد مفيش اختلاف في اهميه الرياضه واهميه ممارستها لكل الفئات العمريه المختلفه، ولكن لاعتبارات كتير ليها علاقه بالوقت، ليها علاقه بالشغل، ليها علاقه بحتى الامكانيات الماديه. مش كل الناس عندها قدره ان هي تشترك في جيم، او مش كل الناس اعضاء في نوادي رياضيه كبيره. تمام. الناس اللي تنطبق عليهم هذه المواصفات يعملوا ايه عشان ما يبقوش منعزلين وبعيد تماما عن الرياضة، او البديل ليهم اللي هو مش قادر ينزل الجيم او يمارس رياضه مثلا كده في يوم؟ بس خلينا قبل ما ابدا اقول الحاجه دي عايز بس اقول الهدف الاول من الرياضه. يعني دايما انا بقول ان احنا دايما كل الاعمار او كل الناس اللي هي بتمارس اي رياضه بيكون لها هدف واحد، اللي هو اول ما بعمل بمارس رياضه هو هدفي اللي هو الصحه العامه اهم حاجه. بعد كده بترتب على حاجات كتير بقى، اللي انا مثلا عايز بنزل الجيم مثلا او بمارس رياضه عشان هدف معين عندي، مثلا فيه حاجه عايز اخلصها بعد فتره، عندي مثلا في مناسبه عايز احضر لها، الكلام ده كله. فده دايما احنا بنتجمع كلنا في هدف واحد اللي هو الصحه العامه، ده اول حاجه. بعد كده بقى دلوقتي احنا يمكن تقريبا احنا مارسنا الظروف دي قبل كده في فتره كورونا، ناس كتير مننا ما كانتش بتقدر تنزل الجيم او بتنزل من البيت بتاعها طبعًا. كانت يعتبر معظم الوقت مقضيه في البيت مش بيعمل اي حاجه. صحيح. فابتدت كله يبدا يتمرن بحاجات بسيطه عنده في البيت، حتى اللي مش موجوده عنده ادوات بيتمرن بوزن جسمه عادي. نقدر توصل لشكل كويس او تفضل تحافظ على الوزن اللي انت فيه من غير ما تكتسب وزن زياده لو انت قاعد فتره طويله في البيت، برضه بقلل الامكانيات اللي موجوده عندك في البيت. خليني اقف عند الجمله دي لان هي جمله برضه تثير الكثير من الاسئله. ممكن اوصل لشكل كويس يعني بين قوسين فورمه حلوه عند يعني الغالبيه العظمى من الناس. الفكر بتاع ان الفورمه دي ما بتتحققش غير من خلال مقاومه الاوزان، يعني حديد يعني جيم. هل ده مظبوط ولا مش ضروري؟ هو انا مع حضرتك في ده، بس اهم يعني هو شخص لسه اول مره يمارس رياضه عايز يعمل شكل كويس، عايز يعمل شكل الجسم كويس، لا ممكن بتمارين في البيت يقدر يعملها ويوصل للشكل اللي هو محتاجه. بس اهم حاجه بجانب التمارين دي دايما بقول عليها هو نظامك الغذائي. انا ممكن اكون بتمرن وبعمل كل حاجه بس الاكل بتاعي مش مناسب للهدف اللي انا ماشي فيه. اوكي تمام. طيب